سرعة الجريان واضحة في مؤخر نهضة الثرثار، لا توجد أي إعاقة للجريان، سرعته، البوابات مفتوحة حاليا فول أوبن، الفراغ المتبقي لا يتجاوز 40 سنتيم، وترتطم المياه في جردرات جسم الثرثار. كميات حاليا محسوبة 9350 متر مكعب، وهذا منسوب قدم 68-88 ومؤخر 68-44. لا يزال يوجد فراغ وإمكانية بإمرار تصريف أعلى. اليوم 2/4/2019.